مازن حبيبي انزل العب تحت مع الاولاد، بس اصحك تطلع برات الساحه. ها لذيذا سيكون لذيذا جدا. ما نفايته لهذا جابر، ولسه بديل عن ابوه على ابو امه. ولك رح تجننيني انت؟ ها رح تجننيني؟ مو على اساس بدك تقولي له جس نبض وليك وطلع مثله مثل غيره؟ فعلى شو طالعه هالدخنه من ادانك؟ اي مزبوط، ما لازم اتضايق. ليش اتضايق؟ جس نبض. لا امبلا، لا امبلا، لازم اتضايق لانه الرجال بيكونوا ميتين عليكي وقاتلين حالهم على صرمايتك، اول ما بيعرفوا شو بتشتغلي بيدوبوا مثل كمشة الملح بالمي. ايه ستي ويدوبوا بالناقص. حبيبي لا تزعلي الا ما الله يبعث لك واحد يستاهلك ويقدرك. انا ماني زعلانه، ماني زعلانه بالعكس، بس الا ما رد له اياها، والله اللي رد له اياها مشان قلبي يبرد.